عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا تلاميذي الأعزاء، درسنا اليوم سينصب على مكون التراكيب. درسنا اليوم تحت عنوان المستثنى بغير وسوى، وهو تتمة لدرسنا السابق المستثنى بإلا. وكالعادة ننطلق من أمثلة كي نتعرف محتوى الدرس. لأن الجملة الأولى: انطلقت الشاحنات غير واحدة. إذن هنا نلاحظ أن الجملة لم يسبق أي أداة نفي، وبالتالي الجملة مثبتة، أي الكلام مثبت. من خلال المعنى نلاحظ أن جميع الشاحنات قد انطلقت غير واحدة، أي واحدة هي المستثنى. استثنيت من كلمة الشاحنات، وبالتالي فالشاحنات هي المستثنى منه. إذن وبنفس الطريقة التي رأيناها في الدرس السابق، فالكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، وبالتالي المستثنى يكون منصوبا بعد إلا. لكن هنا نرى أن المستثنى أتى مجرورا واحدة، ونلاحظ كلمة غير فهي تلعب دور إلا، إلا أنها أضيفت إلى المستثنى. إذن هنا يمكننا أن نقول أن غير أضيفت إلى المستثنى فأخذت إعرابه، فتصبح هنا الأداة غير هي المستثنى، ونلاحظ أن حركتها الإعرابية منصوبة، فالمستثنى هنا منصوبا. إذن إذا الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، فإعراب غير سيكون مستثنى منصوب وجوبا، وهو مضاف، وواحدة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الجملة الثانية: ما باع الفلاح أكياس القمح غير كيس. إذن كما نلاحظ الجملة منفية، وبالتالي فالكلام منفي. ومعنى هذه الجملة أن الفلاح لم يبع جميع الأكياس، بل باع كيسا واحدا فقط. إذن هنا فالمستثنى هو كيس. من أين استثنية؟ استثنية من أكياس القمح. إذن المستثنى منه هنا هو أكياس القمح. وبما أننا نجد هنا غير كما ذكرنا سابقا تأخذ إعراب المستثنى، إذن وبما أن الجملة هنا منفية والمستثنى منه مذكور، يكون إعراب إلا حالتان. إذن الحالة الأولى: تنصب كلمة غير جوازا فتصبح مستثنى منصوب جوازا. والحالة الثانية: يمكن أن تكون بدلا تابع للمستثنى منه في حركة إعرابه. إذن كما تلاحظون أن كلمة غير قد أتت منصوبة في الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى مستثنى منصوب، والحالة الثانية بدل تابع للمبدل منه أو للمستثنى منه في إعرابه. وكما ترون المستثنى منه هنا منصوب، وبالتالي فالبدل سيتبعه في حركة إعرابه وهي النصب. ننتقل الآن إلى الجملة الأخيرة: ما رأيت غير عامل. إذن إن الجملة منفية، أي الكلام منفي. إذن كما تلاحظون المستثنى عامل استثني من ماذا؟ إذن لا يوجد. هذا يدل على أن المستثنى منه غير مذكور. وإذا كان الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، وبما أن هنا نجد غير تأخذ إعراب المستثنى، وفي الحالة الكلام المنفي والمستثنى منه غير مذكور، تعرب غير حسب موقعها في الجملة. فهنا تعرب غير مفعولا به، لأن الفعل رأى وبعده الفاعل وهو التاء المتحركة، وماذا رأيت؟
رأيت غير أي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وعامل مضاف إليه. لابد أنكم تتساءلون أنكم قد تعرفتم على إعراب غير، لكن ما إعراب سوى؟ إذن سوف يكون إعرابها بنفس الطريقة، لكن الشيء المختلف في كلمة سوى هو الحرف الأخير، فكلمة غير تنتهي بحرف الراء الذي يقبل جميع الحركات مثل غير غير غيري، بينما سوى تنتهي بألف مكسورة، والألف المكسورة لا يمكن أن نضع فوقها حركة، وستبقى كلمة سوى مكتوبة بنفس الطريقة سواء في حالة الرفع أو النصب أو الجر كما ترون في الجمل، فسوى في جميع الحالات تكون الحركات مقدرة على الألف. المانع من ظهورها التعذر، وذلك ما سنراه بعد قليل، أي أننا يتعذر علينا أن نضع حركة فوق الألف. ففي الجملة الأخيرة مثلا ما رأيت سوى عامل، إذن سوى هنا ستعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. المانع من ظهورها التعذر. وكخلاصة سنحاول أن نثبت بعض التعلمات التي تعرفناها في هذا الدرس. أولاً سنتعرف على كلمات الاستثناء، إذن فهي تنقسم إلى ثلاث أقسام: حرف مثل إلا، أسماء مثل غير وسوى، وأفعال مثل عدا، خلا، حاشا. لأن يمكننا أن نقول مثلاً أنجزت التمارين عدا واحد. كذلك تعرفنا أن كلمتي غير وسوى تضاف إلى المستثنى وتأخذ إعرابه، فتعرب إعراب المستثنى بإلا. وأيضاً الاسم الذي يأتي بعد غير وسوى يشر ويعرب مضافاً إليه. كذلك تعرفنا أن كلمة غير تعرب حسب الحركة الواقعة في آخرها، سواء كانت فتحة تكون منصوب، إذا كانت ضمة يكون مرفوع، وإذا كانت كسرة يكون مجرور. وأيضا تعرفنا أن كلمة سوى تعرب حسب الحركة المقدرة على الألف، المانع من ظهورها التعذر، في جميع الحالات تعرب حسب هذا الإعراب. وكما ذكرت سابقا بالنسبة لمتى نقول المانع من ظهور الحركة التعذر ومتى نقول غير ذلك، هناك بيت شعري يجمع هذه القاعدة. البيت الشعري يقول: تعذرا في الألف استثقالا، في الواو والياء فخذ مثالا، فقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. إذن هذا البيت الشعري يبين لنا متى يكون المانع من ظهور الحركة التعذر، ومتى يكون المانع من ظهور الحركة هو الاستثقال. فهناك ثلاثة حروف كما ترون تكون الحركة مقدرة عليهم، وهم الألف والواو والياء. فإذا كان الألف فتكون الحركة المقدرة عليه المانع من ظهورها التعذر، أما إذا كان الواو والياء فتكون الحركة المقدرة عليهم المانع من ظهورها الاستثقال. فمثلا عند الرفع نقول: مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال. مثلا لنرى كلمة موسى، فموسى أتت بعد فعل قال من موسى، إذن موقعها من الإعراب هنا فاعل. إذن كيف ستعرب؟ فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر.
كذلك نلاحظ الفعل يأتي، فهو فعل مضارع لم يسبقه أداة جزم أو أداة نصب، إذن فهو فعل مضارع مرفوع. إذن سنقول فعل مضارع مرفوع بالضمة المقطرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال. فالياء حرف يمكن أن يتحمل الحركات، فيمكن أن نقول يأتي، لكن نطقها سيكون ثقيلا، وبذلك هنا أتت كلمة الاستثقال. ونلاحظ أيضا الفعل يغزو، فهو فعل مضارع أيضا. إذن كيف سيعرب؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو المانع من ظهورها الاستثقال. إذن هذه كفائدة إضافية أردت أن أوضح لكم فيها معنى التعذر والفرق بينه وبين الاستثقال. سنحاول أن نطبق ما درسناه في بعض النماذج الإعرابية. لنرى الجملة التالية: ما اشتريت الفواكه غير البرتقال، كيف ستعرب؟ إذن ما حرف نفي مبني على السكون، اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفواكه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. غير هنا تقبل حالتان. إذن كما ترون الجملة منفية والمستثنى منه مذكور، بالتالي يمكن أن نعرب غير مستثنى منصوب جوازا بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، أو بدل الجزء من الكل منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وطبعا البرتقالي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. الجملة الثانية أيضا: لا ينجح سوى المجد. إذن لا حرف نفي مبني على السكون، ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سوى هنا أتت كما تلاحظون الجملة منفية والمستثنى من غير مذكور، وبالتالي سيكون إعراب سوى حسب موقعها من الإعراب. إذن فهنا أتت فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر وهو مضاف، المجدي طبعا مضاف إليه. انتهى درسنا أعزائي، نلتقي في درس آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.